نعم، حيش حادث الكمان ينتزع التراخيص البناء. ونعود للموضوعات السياسية، ما مدى اهتمام الأحزاب العربية الآن بمواضيع أيضا تخص تراخيص البناء أو بهموم المواطنين العرب؟ هل تتواصل الأحزاب العربية جميعها مع هموم المواطنين العرب داخل البلدات العربية؟ وأيضا ما سر هذا الهدوء، الهدوء الانتخابي داخل البلدات العربية ونحن على بعد 21 يوم من الانتخابات؟ نستضيف معنا دكتور أحمد هيبي، الباحث الأكاديمي والمحاضر، وزيدان سلفيتي، الناشط السياسي وعضو المجلس المحلي عرب الشبلي أم الغنم. أهلا وسهلا بكما دكتور أحمد وأستاذ زيدان. دكتور أحمد هيبي، ما يعجبك الوضع اللي بيصير بالنسبة للانتخابات؟ بدي أسمعك، تفضل. نعم، الحقيقة أنه الوضع غير مريح بالنسبة للانتخابات والموعد الانتخابات القريب، يعني زي ما حكيت 21 يوم والركود السياسي. أنا كنت اقترحت أنه في كل بلد القائمة المشتركة تعمل لجنة اللي هي مكونة من الأربع أطياف القائمة المشتركة مع ناشطين، وهذولا يفوتوا على كل بيت، يفوتوا على كل نادي، يفوتوا على كل قهوة، يحاولوا. اليوم الشباب، اليوم كثير من الشباب مش فاهمين شو الموضوع أو ليش لازم يصوتوا أو ليش مش لازم يصوتوا إلى آخره. يعني حتى باجتماعات شخصية يعني بيني وبين أشخاص بقول لي أنا بديش أصوت يا عمي. طيب أنا شو بتسمع، شو بتسمع من الشباب والشبات ومن الناس؟ إنه مش بيعملوش إشي والهدف الكرسي وإلى آخره، يعني من هذا الحكي اللي. طب ليه طبعوا معناها بأذهان الناس هاي المقولات؟ بالضبط. مثلا هو انا بسالك، حلل لي. يعني انا شخصيا مثلا انا اكثر واحد كان متحمس وبعدني متحمس للقائمه المشتركه، لانه القائمه المشتركه هي بلوره للشخصيه العربيه الفلسطينيه او واحد من بس ولكن ايش، ولكن لازم العمل اكثر بالموضوع هذا بالاتجاهات. يعني اليوم بالبلدات العربية واقفين لي على الشارع، يعني جل ما يصنع جل ما يعمل، واقفين لي على الشارع وحاملين لي هالنشرات. شو بقول؟ ايش بتبيع ترمس انت؟ بتبيع ترمس؟ واقف لي، فوت على البيوت، اعمل لجان حركة يوم الانتخابات، سيارات تروح تجيب الناس العجزة من البيوت، تقنع المش مقتنعين، تعالوا على الصناديق. طب انا بدي اسألك استاذ دكتور احمد هيبي، انت محاضر وباحث وانت برضو علمت طلاب وطالبات في الكليات والجامعات. طيب كيف، شو بتفسر تحكي عن قائمة مشتركة؟ انت بتقول قائمة مشتركة وكانت هبة بال2015 وكل هاي الشغلات. طب قائمة مشتركة فيش عندها استراتيجية عمل؟ انا سؤالي لك، انت قلت عن النشاط الانتخابي. وانا جاي الظهر هنا على العمل في القناة، شفت انا لافتي مدخل قلنسوي، شو مكتوب هناك؟ في معايدي، لافتي معايدي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. انا فسر لي دكتور أحمد هيبي، العيد خلص من قديه؟ من جمعتين. من جمعتين. طب شو بعدها بتساوي لافتي اللي مكتوب عليها الشعار تهنئة لعيد الأضحى المبارك؟ أنا بسألك، إذا بتعطيني جواب، إذا ممكن تعطيني جواب. يعني سألني سؤال ثاني. لا بدي أسألك على ماذا، لا عن ماذا هذا يعبر؟ هذا يعبر عن الكسل وعن الخمول والكسل، وهذا اللي إحنا بنحكيه. اليوم فيش حركة بالشارع، فيش حركة. يعني كل واحد تسأل بقول لك الحركة، ما فيش حركة. يعني شوف الخلاف أو الاختلاف أو الفرق بين الانتخابات المحلية للبلديات وبين الانتخابات للكنيسة، فرق شاسع وفرق رهيب، فرق كبير طبعا. الناس مفكرين انه يعني انا بالمحل الرابع او المحل الخامس. يعني بس يعني مشان انتقل انا الاستاذ زيدان سلفيتي مشان نسمع رايه، يعني هل الاحزاب المركبة للقائمة المشتركة، انا سؤالي، يعني انت بتحكي عن البرنامج، مفكرين بتحكي عن الهلالين، يعني مفكرين المواطن بالجيبة؟ يبدو ايش يعني، يبدو انه هيك، انه يعني اخذنا 10 بالبدايه كنا حزبين، اليوم رايحين ناخذ 12 او 14، فيعني هيك بفكر. شو رايك باللي بصير استاذ زيدان سلفيتي؟ هموم المواطن كيف ممكن، وعلى فكره هموم المواطن مش المفروض تكون فقط في فتره الانتخابات ولا لا؟ طبعا. مساء الخير للجميع. اللي بدي اقوله اهم برنامج، انا كيف بتقول فيش برنامج لا للمشترك ولا للاحزاب العربيه. أنا بدي أقول من هنا، إذا أنتم مش عارفين برنامج، أنا بدي أقول لكم برنامج هنا من التلفزيون لكل مواطن في دولة إسرائيل. أول برنامج عندي في هدم بيوت، 70,000 بيت معرض للهدم. اليوم كان 30 إخطار وأمر هدم بيوت في اللقية. في عنا 60,000 بيت، في عنا العنف، في عنا الإجرام، في عنا التقنيات متار، في عنا توسيع، في عنا القسائم، في الشباب يعني تضج إلى ضجتها إلى السماء
من كثر المشاكل الموجودة. هل يعقل إنه الأعضاء الكنيسة، أنا مش ضد لها، أنا حاب يكون أعضاء كنيسة وجوه جديدة، ناس تشتغل مجتهدين يكونوا إلهن دمج مع الحكومة الإسرائيلية، مع الوزراء، مع أعضاء الكنيسة، أيضا اليهود. شو بتفسر؟ شو بتفسر أستاذ؟ المشاكل العربية بحكي إسا برضو نعم على أهلنا اللي موجودين في منطقة الناصرة وعرب الشبلي وأم الغنم. نعم. وصلكوا هذا النشاط الانتخابي وتوزيع نشاط انتخابية؟ أخي العزيز أقول لك حتى هذا بعده ما وصلش. وصلش الظاهر بعده بالثلاجة بثلجه بي زي اللحوم، فاهم علي؟ تنو يصلنا فيش في ركود سياسي في المواطن. أقول لك المواطن يئس وزهق لأن هن نفس زهقانين ونايمين بالدور وبس بستنوا ليوم 17/9 نطلع وألو بالميكروفونات وبالمسجد وبالمتناس، وإن شاء الله أعتقد مش راح ينفع كثير لأنه الناس ملت وزهقت من هالخرافيات التعبانة هاي. يجب عليهم بناء خطة عمل صحيحة ومضبوطة لإقناع المواطن العربي. إحنا مش ضدهم، أنا بقول لك إحنا مش ضدهم، ولكن فيش برنامج عمل، فيش اهتمام في حل القضايا للوسط العربي، القضايا المهمة جدا. أهم قضية يجي اليوم جريمة العنف، يوم يوم قتل، يوم يوم قتل، يوم يوم هدم. عندك 70,000 بيت معرض للهدم. أنا استضفت بالمحور الأول الأخت إيمان خطيب ياسين مرشح في الحركة الإسلامية، وقالت إنه وزعنا بالبلدات العربية نشاط انتخابية. بس يعني كيف أنا قاعد بصلي إنه مش بكل البلدات العربية توزع حتى نشرات انتخابية؟ على شو بدل هذا؟ على ماذا يدل هذا؟ يعني بدي تحلل لي أنا دكتور أحمد هيبي. يعني إيش بدل؟ ما حكينا أنه بدل على الكسل وعلى الخمول وعلى أنا عارف. إذن كيف يمكن للقائمة المشتركة أن تحصل؟ أنا إذا أتوجه من هنا يعني المر أحيانا المواطن يكون أذكى طيب وأكثر وعيا من القائد، وأنا أتوجه إذا حدا سمعني من المواطنين العرب إنهم ينتخبوا القائم المشتركي. بس صار الدعاية انتخابية. يقدر قائم انتخابي. في حزب الوحدة الشعبية وفيها هو كان الأخ برضو. يا سيدي. الإعلامي محمد سيدي السيد هو رئيس حزب كرامة المساواة. يا سيدي ينتخبوا أي قائمة عربية، ينتخبوا قائمة عربية لأنه مفروض كمان المواطن عليه، يعني مش بس الحزب أو مش بس القائمة المشتركة أو الأحزاب اللي ذكرتها عليه مسؤولية تحريك الوسط العربي أو تحريك المواطن العربي، لأن المواطن العربي كمان واعي ولازم يعرف إنه هاي كمان مصيره هون، إنه يكون جزء. إحنا جزء من دولة إسرائيل شئنا أم أبينا. طيب معي وعلينا. طيب أستاذ زيدان بموضوع الحراك الانتخابي، وهنا بنحكي عن كل الأحزاب حتى بتعرف شو، حتى على الأحزاب اليهودية بديش أنا يكون هنا دعاية انتخابية. شو يعني هل يمكن للمواطن اللي عنده خيبة أمل إنه يتحرك في هذه الانتخابات بالرغم من خيبة الأمل؟ طلع هنالك اليوم أنا بقول يعني يجب على الأحزاب، على المرشحين، على أعضاء الكنيسة اللي انتخبوا واللي بدهن ينتخبوا، هذا أول إشي لازم هن يقوموا في برنامج، في تحريك، في قيام لجان، في ناشطين سياسيين، الشباب يجندوا، الشباب يجندوا كل ما عندهم لكي أنت تقدر تشجع المواطن تفتح نفسه وينزل يصوت لك. أنت بدك اليوم تعمل تجيب مجندين ناشطين اجتماعيين وسياسيين وتعمل دورات في في المراكز الجماهيرية لكي انك تحاول تقنع وتحل المشكلة. حتى اللحظة شو توقعاتك بالنسبة ل 17/9/30 دكتور احمد هيبي؟ نعم توقعاتك، تخميناتك، تحليلك اذا ممكن. يعني ان شاء الله يعني بيكون الوضع مليح، وانا كمان مرة بتوجه للناخب العربي يا سيدي يكون اوعى، بلاش كليات انتقاد، حتى لو الجماعة نايمين احنا مش لازم نكون نايمين، احنا المواطن العربي المثقف العربي، مش بس عندنا سياسة عربي طيب. مش بس عندنا سياسة عربي، عندنا كمان مثقف عربي، عندنا مواطن عربي، عندنا مزارع عربي، عندنا عامل عربي، عندنا بناء عربي، وكل هاي الفئات لازم تكون واعية وعارفة انه هذا مصير مشترك للجميع. حتى اذا القائد العربي او عضو الكنيسة العربي مش فاهم هاي الشغلة وبده بس المركز وبده بس الكرسي وعم بيقاتل عليها، احنا اوعى منه. اوكي ممتاز. نعم. وصلت الرسالة، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم. نخرج الآن لفاصل من ثم نعود نواصل موضوع قضية أخرى، كونوا معنا.